السلام عليكم. السلام عليكم. مساء الخير. صفقة القرن، صفقة بيع القضية الفلسطينية لا يمكن أن تمر طالما تم إرادة شعبية حية. نعم، فالمنامة وصفقة الخزي والعار، وبتواطع من الدول العربية التي كانت بدون حياء حاضرة فيما يسمى بالمنامة، فهذا ألف عار وعار على هذه الأنظمة. ولكن هذه الشعوب التي صامدة في نضالاتها أمام كل التحديات وأمام كل الصعاب، الشعب الفلسطيني وهو بآليات بدائية عار الصدور، ونشاهد تحية إلى نساء وأمهات شهداء القضية الفلسطينية، شوفوهم عندما يستشهد شهيد، عندما يستشهد شهيد إلا والأمهات يطلقن الزغاريد. وانت جاهدية هذه إلا من الشجاعة النادرة، من الشجاعة النادرة، وفي التفاف هذا الشعب حول قضيته وحول أراضيه. وطالما تم هذه الإرادة لن نخذلك يا أبناء فلسطين، لن نخذلكم أبدا، سنكون في مقدمة كل القوى الحية استبسالا ودفاعا على هذه القضية الجوهرية والقضية الأم. لا مكان للإرهاب في هذا البلد، لا مكان للإرهاب في تونس الديمقراطية. وهذا الشعب الذي يحب الحياة، هذا الشعب المنفتح على كل الحضارات، هذا الشعب الذي يؤمن بالحوار، لا خوف عليه، لا حضانة للإرهاب في تونس، ولن يرهبنا هذا الفكر التكفيري. ولكن في كل الأحوال نحن في مفترق الطرق، علينا إذا أردنا أن ندافع عن القضية الفلسطينية، علينا أن نكون متحدين، أن نكون متضامنين حول كل القضايا الجوهرية التي تهم القضية الفلسطينية. وكذلك هذا الرئيس الأرعن ترامب الذي يريد ضم الجولان السورية إلى العدو الصهيوني، فألف لا، الجولان سورية وعربية، والقدس لنا ولا لغيرنا. هذا ما يلزم أن تفهمه هذا الرئيس الأرعن، وهذا التواطع المخزي لهذه الأنظمة العربية التي لا يعنيها إلا المحافظة على الأرائك انتحى والكراسي انتحى.